موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة والشدائد المزعجة، فيقول: ويوم نسير الجبال، أي نزيلها عن أماكنها، يزيلها عن أماكنها، يجعلها كثيبا، ثم يجعلها كالعهن المنفوش، ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباء منبثا، وتبرز الأرض فتصير قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا، ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر منهم أحدا، بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار، يجمعهم بعدما تفرقوا ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا، فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم، ويقول لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقال هنا مخاطبا للمنكرين للبعث: وقد شاهدوه عيانا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي أنكرتم الجزاء على الأعمال ووعد الله ووعيده، فها قد رأيتموه وذقتموه. فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة الأبرار، التي كتبها الملائكة الأبرار، فتطير لها القلوب وتعظم من وقعها الكروب، وتكاد لها الصم الصلاب تذوب، ويشفق منها المجرمون، فإذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم محصا عليهم أقوالهم وأفعالهم قالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيها محفوظة، لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار، ووجدوا ما عملوا حاضرا لا يقدرون على إنكاره ولا يظلم ربك أحدا، فحينئذ يجازون بها ويقررون بها ويخزون ويحق عليهم العذاب، ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد بل هم غير خارجين عن عدله وفضله، وإنما يعامل الله عز وجل أهل الإيمان بفضله وأهل الكفر بعدله. وهذه الآيات فيها إشارة إلى يوم القيامة، أن على المسلم أن يكثر من تذكر هذا اليوم، لأن ذلك من أعظم أسباب المحفزات إلى الخيرات واجتناب المحرمات والموبقات. وفيها ذكر شيء مما يكون من الأهوال من تسيير الجبال ومد الأرض وجعلها مستوية ولا مكان فيها مرتفع ولا منخفض،
وفيها أيضا إثبات الحشر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، والعرض على الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وفيها أيضا بيان عدل الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى حكم عدل يعلم ما فعل العباد الصغير والكبير، ومع ذلك جعل هناك كتبة يكتبون أعمال العباد وكتبا تسطر فيها، ويقرأ كل إنسان كتابه يوم القيامة. وفيها أيضا ما يكون عليه أهل الإجرام من الخوف والوجل بسبب سوء أعمالهم مشفقين مما فيه، أما أهل الإيمان فيفرحون بما سطر في كتبهم وتتهلل وجوههم بالسعادة. وفيها أيضا أن كتب الأعمال لا تغادر شيئا من أعمال العباد لا صغير ولا كبير، بل أحصاه الله ونسوه كما في الآية الأخرى، فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.